Hi, this is Abdulrahman and I'm Selma. In a few minutes, we'll be in front of our school. See you there. As you've seen, I'm a student here in Nefertari International School in October. I'm Nefertarian and proud. What makes me really proud of my school is that it's been well established for over 20 years and always strives for excellence. حلمت بإنشاء مدرسة متميزة متفردة من واقع تجربتي الطويلة في التربية والتعليم في أرقى المدارس الأمريكية في مصر. حلمت بإنشاء المدرسة برؤية خاصة وفي الجودة العالية للتربية والتعليم وفي الانتماء لمصر حتى لا نفقد هويتنا بسبب التعليم الأجنبي. فكرت في الاسم وكان لازم يكون اسم مصري نفرتاري، جميلة الجميلات. Our classroom is filled with technology, which helps us in our learning process. One of our applications that we use is Kahoot, which is a fun and exciting way of learning. احنا في نفرتاري one family, parents, students and staff. احنا بنتعاون مع بعض في كل حاجة, بنشارك بعض في كل المناسبات, وبنتعلم من بعض في كل الاكسبيرينسز بتاعتنا. من أهم أهداف مدارس نفرتاري خلق جيل واعي مثقف منفتح على العالم المتطور من حوله, مع التمسك بالهوية العربية وثقافته المصرية وتاريخه العريق. كذلك بنشجع الطلاب على معرفة تاريخهم وتاريخ الأمة العربية عن طريق مناهج الدراسات الاجتماعية باللغتين العربية والإنجليزية. We have interesting and exciting activities in our school like music, art, and fashion design. We get to freely express ourselves during these activity sessions. ولاد عندنا في المدرسة بيلتزموا بالcore values. الولاد بيبقوا very ambitious, بيبقى عندهم honesty, بيبقى عندهم respect, وبيبقوا responsible للactions بتاعتهم. كل حاجة عندنا ليها policy. عندنا appearance policy, عندنا الattire واليونيفورم policy, عندنا homework policy, عندنا الgrading والreporting policy. لو في attitude أو طريقة أو أسلوب غير لائق أو غير مقبول في المدرسة بنبدأ نطبق عليه الdiscipline policy. دايما بنسمع لوجهات نظر الطلاب كلها. يعني لو في مشكلة مثلا بين اثنين طلاب بنجيب الطلاب بنخليهم يتكلموا بيحكوا ايه اللي حصل بيكتبوا المشكلة, لان لما بيكتبوا المشكلة بتبدأ حاجات كتيرة تبان بالنسبة لهم. بنبدأ بقى نتكلم معاهم عن البرو اكتف ابروتش, وبنبدأ نتكلم معاهم عن طريق ان احنا لازم نفكر قبل ما ناخد اي اكشن, وهو ده اللي احنا بنطلبه منهم, ان انت you need to think before you act. At NIS, we practice many sports, such as football, basketball, volleyball, and table tennis. احنا في نفرتاري بنهتم بالstudents well-being من خلال الemotional support اللي بنقدمه للولاد. بنعلم الولاد ازاي يتقبلوا نفسهم وازاي يتقبلوا الاخر وازاي يبقى عندهم empathy وcompassion. وده من خلال الأويرنس كامبينز اللي المدرسة بتنظمها, زي الأنتي بولينج كامبين, كايندنس كامبين, هيلث أويرنس, منتال هيلث أويرنس, and so on. طوال الرحلة وإحنا بناخد الأكريتيشن من أقوى الجهات الدولية في العالم كله, فخدنا الأكريتيشن من CIS Council of International School, ودي قليل جدا في مصر اللي حصل على الممبرشيب للسي اي اس,
وحصلنا على الـ MSA في من أمريكا للتعليم الأمريكي وللتعليم البريطاني، وخدنا كامبريدج وأكسفورد وإدكسال، وخدنا بالنسبة للآي بي الانترناشنال بكالوريا. بالنسبة للمدرسة الفرنسية حصلنا على الأمولوجاسيون من وزارة التعليم الفرنسية، وألمانيا واخدين الاعتراف بينا من وزارة التربية والتعليم الألمانية باللغة الألمانية في المدرسة. وبكده تحقق الحلم وأصبحت التجربة حقيقة، وأصبح لمدارس نفرتاري مستقبل مشرق في التعليم والتربية.